السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضركم في لقاء جديد في سلسلة Learning VMware NSX4. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن موضوع الـ NSX Management Cluster. حتى الآن في موضوع الـ NSX Implementation، إحنا طبعا بدينا أول موضوع كان الديبلوي للـ NSX Manager، وده طبعا شيء لا غنى عنه، وشفنا موضوع السيت اب بالتفصيل. وبعد كده زي ما قلنا بتدخل على الانترفيس الخاص بالـ NSX Manager، انت بتكونكت على الاي بي او النيم الخاص بالـ NSX Manager وتفتح الواجهه بتاعه الـ NSX. ده بقى بيمكننا من ان انت تكونفيجر كل شيء في الـ NSX. طبعا زي ما قلنا انت ما تقدرش تكونفيجر اي شيء بدون اضافه اللايسنس الخاصه بالـ NSX. الـ NSX ما بيشتغلش ايفالويشن مود خالص، لا، لازم من اول يوم تضيف اللايسنس. وبناء عليه بعد ما بتضيف اللايسنس بتقدر بقى تريجستر الفي سنتر داخل الـ NSX مانجر، ودي طبعا نقطة مهمة جدا جدا جدا، لان دي بتفيدنا في موضوعين. موضوع ان انت تقدر بقى يعني بمجرد ما تضيف الفي سنتر داخل الـ NSX مانجر تقدر بقى توصل للمرحلة الرابعة، ان انت تضيف اديشنال NSX مانجر للسيت اب عندك. ده بمعنى ان انت تقدر تستفاد بقى من الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده اللي هو الـ NSX Management Cluster، ان انت تحقق افيلابيلتي او ريدندنسي على مستوى الـ VM الخاصه بالـ NSX Manager نفسها. طبعا زي ما قلنا اضافه الـ vCenter بيفيدك في حاجات تانية، دي اللي هنشوفها بعد كده بالتفصيل. فموضوعنا النهارده بقى هنبدا نتكلم في المرحله الرابعه دي، ان انا عايز اكونفيجر الـ NSX Management Cluster. احنا في المرحلة الاولى عملنا ديبلوي لنود واحدة لفي ام واحدة هي شغالة الـ NSX Manager. ممكن تكتفي بكده، لكن هيبقى في ريسك كبير جدا ان انت حاليا الفي ام دي لو حصل لها اي مشكلة فانت كده خسرت المانجمنت لين عندك، فبالتالي مش هتقدر تكونفيجر او تأديت او تغير اي شيء في الـ NSX configuration او سيت اب اللي موجود. لكن طبعا لو الـ NSX Manager داون انت مازالت كل السيرفيس اللي عندك شغالة، يعني ده ما بيأثرش في الحاجة اللي هي already configured، لان المانجمنت بلين منفصلة عن الديتا بلين اللي موجودة تحت، وده فايدة لما احنا قبل كده شرحنا الـ NSX Architecture قبل كده. فعلشان بقى تتلافى نقطة ان يحصل مشكلة في الـ NSX Manager كVM ونقدر نحقق نوع من انواع الافيلابيلتي او الريدندنسي على مستوى الفي ام دي، احنا دلوقتي ظهر لنا مصطلح جديد اللي هو الـ NSX Management Cluster، وده اللي بيمكنك ان انت تقدر تديبلوي نود تانية او تالتة، يعني في ام تانية او تالتة، وكل مثلا التلاتة في ام دولت يكونوا شغالين ريدندنسي لبعض. يعني ايه الكلام ده؟ ده كده فكرة الـ NSX Management Cluster. طبعا للعلم هنا احد الاختلافات الجوهرية ما بين الـ NSX V والـ NSX T والـ NSX حاليا اللي هو يعتبر الـ NSX Management Cluster. زمان في الـ NSX V ما كانش فيه نوع اي redundancy او availability على مستوى الـ NSX Manager كـ VM، هي VM موجودة، هي VM واحدة، ما كنتش تقدر تعمل نود تانية او تالتة. فكنا علشان نقدر نحقق الـ availability كنا بقى بنجاوب في الوقت ده ان انت لو الهوست مثلا حصل فيه مشكله اللي عليه الفي ام دي فيحصل له ريبوت على هوست تاني، هيبقى في داون تايم لمده دقائق على المانجمنت بلين، لكن هو ده اللي كان الحل الوحيد. انما الفي ام نفسها لو كان حصل فيه مشكله وكراشت او الداتابيس بتاعها حصل فيها مشكله او اي سبب، يعني خلاص الفي ام مش قادره تشتغل تاني، كنا بنضطر ان احنا يكون عندنا باك اب نعمل ريستور. فطبعا الموضوع كان نقطه سلبيه كبيره جدا في الـ NSX V. من اول الـ NSX T اصبح عندنا بقى فكره الـ NSX Management Cluster، ان انت بتديبلوي الـ NSX Manager النود الاولى، وبعد بقى ما زي ما شفنا كده بتعمل ريجستر للـ vCenter تقدر بقى تديبلوي نود تانية وتالتة وكلهم يبقوا ريبليكا لبعض، نسخه تبقى الاصل من بعض. طبعا الـ NSX Management Cluster الماكسيمم بتاعه كام؟ 3 VM. يعني ما ينفعش تقول مثلا لا هعمل 4 أو 5، لا هم 3 VM بيكونوا ريبليكا لبعض، وتلاتة طبعا كافيين جدا. انت للعلم ممكن تشتغل باتنين بس دايما الكل ايه بيعمل ايه 3، يعني انت كده تبقى محقق. يعني تخيل لو النود الاولى حصل فيها مشكله الثانيه شغاله الثالثه شغاله، طب الاولى حصل فيها مشكله والثانيه فيها مشكله الثالثه شغاله، فطبعا كده انت بتحقق افيلابيلتي بشكل كبير جدا. وزي ما احنا شايفين بقى هنا، لو شفنا هنا كمانجمنت بلينز هتلاقي متقسمه كل في ام منهم نسخه طبق الاصل 100%، يعني كمانجمنت بلين موجود على كل نسخه. طبعا هتلاقي في حاجه اسمها البوليس رول والمانجر رول، دي هنوضحها بعد كده.
هنا برضو متقسمة بشكل 100%، يعني موجودة نسخة طب الأصل، مش متقسمة ان هي مثلا جزء هنا وجزء هنا لا، ده هو نسخة طب الأصل في أي وقت. لو أنت شغال مثلا دلوقتي على الانستكس مانجر الأولاني وحصل فيه مشكلة، لا التاني أو التالت هو اللي يبقى شغال عادي خالص، والتلاتة أصلا بيبقوا باور أون. جميل. ولسه نوضح بعد كده هل بقى بيشتغلوا من التلاتة أكتف أكتف ولا أكتف ستاند باي. نفس الموضوع الكنترول بلين، لأن احنا قلنا الانستكس مانجر بيقوم بوظيفة المانجمنت بلين والكنترول بلين، برضو نفس الموضوع موجود منها نسخة على التلاتة نود اللي عندنا. فهنا زي ما هو مكتوب تحت ديستريبيوتد للداتابيس، كل الكونفيجريشن واي اعدادات انت بتعملها على من خلال النود الاولى هتلاقيها في نفس اللحظه بقت على النود الثانيه او الثالثه او الفي ام الثانيه او الثالثه. فده كده فكره الانسكس مانجمنت كلاستر. عشان كده حتى ريكومندد ان انت لما بتيجي تعمل ديبلوي للانسكس مانجر النود الثانيه والثالثه، ان انت بقى تعمل لي ديبلوي على اي اس اكس اي ثاني وداتا ستور ثانيه والفي ام الثالثه على اي اس اكس اي ثالث و على داتا ستور ثالثه، علشان يبقى انت كده محقق الافيلابيلتي بشكل ممتاز. بمعنى ان مثلا النود الاولانيه ننزلها مثلا على الاس اكس اي الاولاني، النود الثانيه على الاس اكس اي الثاني، الثالثه على الاس اكس اي الثالث. فبالتالي لو مثلا حصل مشكله في الاس اكس اي الاولاني خلاص، يبقى بالتالي الفي امز الثانيه شغاله. انما مثلا ما تعملش ديبلوي للثلاثه ان 6 مانجر على نفس الاس اكس اي، فبالتالي مثلا لو الفيلير حصل عندك على مستوى الاس اكس اي يبقى الثلاثه نود عندك اصبحوا داون. طبعا هيتعمل لهم ريبوت على اس اكس اي لو انت تاني، لو انت مشغل الفي سفير اتش اي، لكن يبقى كده عندك داون تايم. فبالتالي طبعا لا، الصح ان يكون موجود على 3 اس اكس اي مختلفين، والافضل يكون على 3 داتا ستور لو انت عندك اكتر من داتا ستور، برضو يبقوا متوزعين على داتا ستور مختلف. يبقى انت كده بتحقق الموضوع بشكل ممتاز. طبعا ده اللي هيوصلنا لفكره ان انت بتعمل بقى الدي ار اس اللي هو الانت افنت رول، ان انت بتعمل رول تقول ان الثلاثه في ام دول تكونوا منفصلين عن بعض، يعني ايه ما يتجمعوش على نفس الهوست. فدي كده يعتبر الفكره الخاصه ب NSX مانجمنت كلاستر. طب نيجي بقى لنقطه مهمه جدا. انا دلوقتي لما اعمل ديبلوي للنود الاولى انا الداتا اي بي، النود الثانيه الداتا اي بي، الثالثه الداتا اي بي. طيب هل هيبقى ليهم فيرتشوال اي بي؟ هقول لك اه، بيكون في فيب انت تقدر تكونكت على الفيرتشوال اي بي، يعني هم كده الثلاثه بيكونوا طالعين بالشكل ده وفي فيرتشوال اي بي هنا. طيب هل اقدر اكونكت مثلا على اي نود تانية؟ اه تقدر، يعني انت بمعنى ان انت لو عايز تكونكت على الفيرتشوال اي بي ده بيكون اي بي رابع بقى عندنا هنا، لو دخلت عليه هو بتكونكت على اي نود من التلاتة. طب لو هل ينفع ما كونكتش على الفيب وكونكت على اي نود من التلاتة؟ اه ينفع، يعني مش معنى ان انت دخلت او عملت كونفيجر للفيرتشوال اي بي هيمنعك ان انت تدخل على اي نود من التلاتة، لا بتقدر برضو ستيل تدخل عليهم، لكن طبعا عمليا انت دايما هتدخل او تستخدم اللي هو الايه الفيرتشوال اي بي. طيب وبناء عليه بقى لما هنذكر كلمه الفيرتشوال اي بي نيجي هنا سؤال طبعا منطقي، لما يتذكر فكره الفيرتشوال اي بي يبقى معنى كده ان انا هل هحتاج لود بالانسر ولا لا؟ اه ده سؤال مهم جدا. يعني ممكن اي واحد يجي يقول لك هل بالضروره ان انت تحتاج لود بالانسر علشان تكونفيجر ال NSX مانجمنت كلاستر كفيب اي بي؟ هقول لك عندنا التو اوبشن، ممكن تستخدم لود بالانسر وممكن ما تستخدمش لود بالانسر. يعني ازاي الكلام ده بقى؟ السيناريو الاول عندنا ان انت عندنا هوت النود الاولى الثانيه الثالثه وفي الكلاستر فيرتشوال اي بي، ده بدون اي اكسترنال لود بالانسر. يعني السيناريو ده بستخدم اللي هو الانترنال فيرتشوال اي بي، ده خاص بالان 6 مانجمنت كلاستر جاست، بس ان انا باجي على الان 6 مانجمنت كلاستر وادي له الفيرتشوال اي بي. في الحاله دي انا مش محتاج اي اكسترنال لود بالانسر. اكسترنال لود بالانسر يعني ايه؟ حاجه مثلا زي الاف 5، حاجه مثلا زي النت سكيلر اي 10، الان 6 لود بالانسر نفسه. جميل. يعني انت عندك الان 6 احد الوظائف بتاعته انه يشتغل كلود بالانسر، او الافي كلود بالانسر، يعني اي لود بالانسر او اي سوليوشن يديك فكره الفيرتشوال اي بي. السيناريو الاشهر بالنسبه لنا ان انا ما بحتاجش اي اكسترنال لود بالانسر، انا بستخدم البيلت ان فيب اللي موجود على مستوى الان 6 مانجمنت كلاستر، وده ولا هتحتاج بقى تكريت سيرفر بروفايل والفيبز، لا هي مجرد بديله بس الفيرتشوال اي بي، حاجه ما بتاخدش منك ثانيه واحده، يبقى انت عملت كونفيجر للفيب. طب لكن خلي بالك بقى عشان تستخدم البيلت ان فيب اللي على الان 6 مانجمنت كلاستر، في بقى بعض الريكويرمنت او بعض
التفاصيل اللي لازم تكون عارفها. عمليا في الواقع العملي يكاد يكون بنسبه يعني ما يقارب 100% كله بيستخدم ده، نادرا قوي لو حد استخدم اكسترنال لود بالانسر. لكن لازم نوضح هل في اختلافات بين ان انت تستخدم البيلت ان فيب او تستخدم اكسترنال لود بالانسر. اه ده الموضوع فيه بعض الفروقات كده اللي مهمة جدا، لان ممكن حد يسألك في النقطة دي يقولك انت امتى تحتاج ان انت تستخدم او تقرر يعني ان انت تستخدم البيلت ان فيب او تستخدم اكسترنال لود بالانسر. احنا بقى هنجاوب على النقطة دي. عمليا لو استخدمت البيلت ان لود بالانسر في بعض الاشتراطات، اول حاجة ان لازم كل التلاتة فيمز عندك يكونوا في نفس السبلت. جميل، يعني انت مع السبنت كمان اللي هو الايه الفيرتشوال اي بي. يعني مثلا زي السيناريو اللي احنا عاملينه هنا، انا عامل مثلا النود الان 6 مانجر اللي عملناه ديبلوي قبل كده كان الاي بي بتاعه كام؟ 192.168.100.151. النود الثانيه هتبقى 152، الثالثه 153، الفيب هيبقى كام؟ 150. معنى كده ان كلهم في نفس السبنت. لو كلهم في نفس السبنت خلاص انت تقدر تستخدم الايه البيلت ان فيب، ده الشرط الاساسي بتاعه. لكن لو هيبقوا في ديفرنت سبنت لا، لازم استخدم اكسترنال لود بالانسر. يبقى تاني، لو انت هتستخدم الان 6 مانجرز اللي عندك في ديفرنت سبنت لاي سبب انت مضطر تعمل الكلام ده، يبقى في الحاله دي لازم اعمل اكسترنال لود بالانسر. البيلت ان فيب هنا ده ما يقدرش يمانج ديفرنت سبنت. جميل، فاول حاجه زي ما بيقول لك اهوت ان كل المانجرز اللي عندك الثلاثه ان 6 مانجر او الاثنين لو انت عايز تعمل الاثنين لازم كلهم يكونوا فين؟ في سيم سبنت. تمام، طيب فده اول نقطه. تاني نقطه، لو انت مستخدم الفيب ايه اللي بيحصل؟ ان بتكون نود واحده من الثلاثه هي الاكتيف والاثنين التانيين ستاند باي. يبقى ده سؤال مهم، هل الان 6 مانجر بيشتغل اكتيف اكتيف ولا اكتيف ستاند باي؟ هقول لك يقدر يشتغل اكتيف ستاند باي او اكتيف اكتيف. لو اشتغلت بالبيلت ان فيب يبقى شغال اكتيف ستاند باي زي ما احنا عاملين كده. يعني السيناريو بتاعنا ده هم انت مشتغل ببيلت ان فيرتشوال اي بي، يبقى معنى كده ان ايه؟ ان نود واحده اللي تكون عندك اكتيف والاثنين التانيين ستاند باي. الاشهر ان النود الاولى هي اللي بتبقى الاكتيف اللي انت عاملها ديبلوي الاول، لكن بعد كده ممكن يحصل فيها مشكله اي نود تانية اللي تبقى شغاله. المهم في في ام واحده هي اللي هتبقى شغاله اكتيف والاثنين التانيين ستاند باي. فعشان كده بيقول لك ان ايه وان مانجر نود از الكتد از ايه ليدر، هي نود واحده اللي ايه اللي اكتيف. فدي نقطه مهمه جدا، ان السيناريو بتاع البيلت ان فيب ده بيشتغل اكتيف ستاند باي، ان نود واحده اكتيف والاثنين التانيين ستاند باي. مجرد ما النود تحصل فيها مشكله في خلال ثواني بسيطه النود التانيه هتبقى شغاله معانا. وطبعا هنجرب السيناريو ده ان شاء الله بعد كده. طيب طبعا لما انت بتكونكت بقى على دي النقطه اللي بعد كده، ان لما بتكونكت على الفيرتشوال اي بي هو اوتوماتيك بيفورورد الترافيك على مين؟ على النود اللي هي الاكتيف اللي هي في الغالب بتبقى ايه الاولى يعني. فدي اللي هي النقطة دي. نيجي بقى لنقطة مهمة بناء عليها، ان احنا دلوقتي زي ما قلنا شغالين، يعني هنا بيقول لك ان الترافيك از نوت لود بالانس اكروس الايه الان 6 مانجر. ده معناه ايه؟ ان انت زي ما قلنا ان انت شغال نود واحدة او فيم واحدة هي اللي اكتف، فبالتالي الترافيك ما بيتوزعش على الثلاثة نود لان احنا شغالين اكتف ستاند باي. انما لو شغال اكتف اكتف فبالتالي الترافيك هيتوزع على الثلاثة نود. طيب ده كده فكرة او الملاحظات اللي تخص لو انت استخدمت اللي هو البيلت ان فيب. يعني يعتبر يكاد يكون النقطة السلبية الوحيدة في ان انت تستخدم البيلت ان فيب، يعني طبعا هو اسهل في الكونفيجريشن و سيت اب ما بياخدش ثانية واحدة، لكن هي كنقطة سلبية ان هو بيبقى شغال اكتف ستاند باي. طب واحد يقول لي بقى لو انا لو عايز اشتغل اكتف اكتف، هقول لك احد مميزات ان انت تشتغل بالاكسترنال لود بالانسر، ان انا عندي دلوقتي ثلاثة نود اهمت، وهجيب بقى اللود الفيب هنا يبقى على اكسترنال لود بالانسر زي ما قلنا. يعني ممكن يكون ان 6 لود بالانسر او افي ده السوليوشن اللي بيعمل لود بالانسر، او ممكن يكون ثيرد بارتي سوليوشن زي ما قلنا مثلا اف 5 نت سكيلر 8 اي سوليوشن بيعمل لك لود بالانسر. في الحاله دي ايه اللي بيحصل بقى؟ ان كل النود عندك بتبقى اكتف، ودي الميزه الوحيده او يعني نقدر نقول الميزه الاهم يعني في نقطة ايه؟ ان انت تشتغل باكسترنال لود بالانسر. في الحالة دي التلاتة في ام اللي عندك شغالين ايه؟
اكتف اكتف، التلاتة اكتف. فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ الترافيك بقى ممكن يروح هنا، ممكن يروح هنا، ممكن يروح هنا. فده طبعا بيعمل ايه؟ توزيع للود على التلاتة في امز اللي عندك، فبالتالي ما بيكونش في لود على في ام واحده. وكده برضو يعتبر كداون تايم، لو في في ام حصل فيها مشكله زيرو داون تايم، لان احنا مثلا عندنا هنا في السيناريو بتاع البيلت ان نود واحده اكتف والباقيين ستاند باي، بيكون في داون تايم هو بيبقى حوالي 5 ثواني 10 ثواني، بسيط بصراحه يعني، لكن عمليا في داون تايم. يعني لو واحد يقول لك دلوقتي انا عايز الان 6 مانجر ده زيرو داون تايم، هقول لك يبقى خلاص لازم تروح لاكسترنال لود بالانسر عشان الثلاثة نود يبقوا اكتف اكتف. وده الميزه اللي في الموضوع ده. طبعا النقطه الثانيه ان لو الفي امز اللي عندك في ديفرنت سبنت، يبقى اجبار ان انت لازم تشتغل باكسترنال لود بالانسر. يعني لو في سيناريو مثلا دلوقتي ايه، كل في ام انا عايزها في سبنت معين او الفيب سبنت معين، فبالتالي السيناريو ده بيجبرك ان انت تروح لاكسترنال لود بالانسر. عمليا لو انت فكرت فيها هتقول اه طب ما كده ان احنا نبقى مع اكسترنال لود بالانسر هو افضل، ده كلهم اكتف اكتف ما بيشترطش عليك اي بي هات الكلام ده. هقول لك عمليا ده كلام صح، هو يعني المميزات اكتر هنا، لكن كمانجمنت بقى كناحيه اوبريشن وكونفيجريشن هتحتاج تعملها. الموضوع بيحتاج شويه شغل، لان انت معتمد مثلا على الفيب هنا على سوليوشن تاني. طب لو حصل مشكله في السوليوشن التاني ده، او في مشكله في الترافيك بينهم او كده، فبالتالي يبقى انت عندك ايه، مش قادر تكونكت على الفيب. علشان كده دايما الكل كاسهل كناحيه اوبريشن وكده ان الكل بيستخدم البيلت ان فيب، لكن عايز تروح لاكسترنال لود بالانسر مفيش مشكله، الاثنين دبل. لكن يكاد يكون انا شخصيا عمره ما شفت خالص حد مستخدم اي اكسترنال لود بالانسر في الموضوع ده. لكن ممكن يجي لك مثلا بتكون بتعمل امبلمنتيشن في مكان ومطلوب انه يكون شغال الثلاثه نود اكتف اكتف، يقول لك لا انا ما ينفعش يكون عندي البوليس بتاع المكان ان المانجمنت بلين لازم تكون زيرو داون تايم، ولا خلاص يبقى اجباري كده تروح بالاكسترنال لود بالانسر حسب ايه اللود بالانسر اللي موجود عنده. او برضو حاجه بيجبرك ان هم يبقوا في ديفرنت اي بي فلازم يكون اكسترنال لود بالانسر. فبالتالي دي كده فكره ال ان 6 مانجمنت كلاستر والاثنين سيناريو اللي هيقابلوك، اللي هم يعتبر البيلت ان فيب او اكسترنال فيب. ده ليها مميزات وده ليها مميزات، لكن زي ما قلنا الاشهر عندنا ان احنا بنستخدم البيلت ان. خلونا بقى نشوف الكلام ده نطبقه عامل ازاي. احنا طبعا كنا قبل كده عملنا ديبلوي للنود الاولاني ان 6 مانجمنت كلاستر في الان 6 كان 6 مانجر. المفروض دلوقتي هنبدا ندبلوي النود الثالثه. المفروض زي ما قلنا البري ريكويست بتاعها تكون عامل اللي هو يعتبر الريجستر للفي سنتر عشان يبقى عارف بس هو هيدبلوي النود الثانيه فين والثالثه بعد كده. مجرد ما بتدبلوي النود الثانيه تقدر تحط له الفيرتشوال اي بي لو استخدم البلتين. لو هتستخدم اكسترنال يبقى المفروض عامل الكونفيجريشن من قبله. طبعا المفروض النود الثانيه والثالثه تكون برده مكريت لها دي ان اس ريكورد كريكويرمنت زي ما كنا عاملين للنود الاولى. خلونا نشوف بقى الكلام ده كده بشكل عملي. لو دخلنا هنا على الان 6 مانجر النود اللي هي الاولى، علشان تعمل طبعا ديبلوي للان 6 مانجمنت كلاستر لازم تدخل على الان 6 مانجر الاولاني اللي انت عملت له ديبلوي. فده الاي بي اللي هو 151، طبعا الادمن والباسورد بتاعنا. المفروض بتكون عامل ريجستر خلاص الفي سنتر ونبدا نعمله. طبعا في طريقة تانية احنا هنعمل هنا، الطريقة الاشهر والاسهل ان انت بتعمله من خلال الـ N6 Manager الاولاني. في طريقة تانية ان انت بتدبلوي الابلاينس التاني عادي خالص منفصل اكن بتعمل واحد جديد، وعن طريق الـ API بتبدأ ايه تعمل الكلاستر بينهم، لكن دي طريقة معقدة، لكن هي بتبقى اجباري في use case معينة، دي advanced شوية مش هنحتاجها دلوقتي. لكن الطريقة الاسهل والاشهر ان انت بتدخل على الـ N6 Manager الاولاني، وبنيجي هنا في السيستم بنلاقي عندنا طبعا الابلاينسز. الابلاينسز هنا اللي بتشوف فيها الايه الان 6 مانجر اللي عندك بالسيت اب بتاعه. هو بياخد وقت كده يحمل اهو. حاليا ايه اللي موجود عندنا؟ الان 6 مانجر النود اللي هي الاي بي بتاعها 151. هنا بقى شوف الفيرتشوال اي بي ده البلت ان فيب، لكن حتى الان لسه مش معمول له سيت لان احنا ما عملناش ديبلوي للنود ثانيه او ثالث. زي ما شفنا قبل كده ان اد ان 6 ابلاينس ده بيكون ديمد امتى؟ لما تكون لسه ما عملتش ريجستر للفي سنتر،
داخل الـ NSX Manager زي ما شفناه قبل كده. دي استحالة تبقى أكتب بطول ما تكون عامل ريجستر للـ vCenter. طيب أنا دلوقتي بقى علشان أدبلوي النود التانية والتالتة زي ما أنا عايز، باجي هنا أقول له Add NSX. طبعا زي ما احنا شايفين هنا في لود شوية على الميموري، يعني واخد حوالي 15 جيجا ميموري، طبعا لأن ده السيت أب اللي هو يعتبر للبي أو سي والكلام ده، فهو الـ NSX Manager بيحتاج رامات أكتر، يعني لو عملت على اللي هو السايز الميديوم هيكون افضل. طبعا زي ما قلنا في البرودكشن مينيمم انت لازم تشتغل على الميديوم، فيعني ان شاء الله مش هيقابلك اي مشكله في الميموري دي. اول حاجه طبعا زي ما قلنا ان احنا لازم نكون برضو مكاريتين دي ان اس ريكورد للان اس 6 مانجر الثاني. المفروض الاولاني اللي احنا شغالين عليه 151، اللي احنا الثاني هيكون 152 اللي هو هيكون وده الاسم بتاعه. خلونا كده ناخده كوبي عشان هنحتاجه دلوقتي. نيجي بقى نقول له add NSX appliance ونبدا بقى نمشي في الايه في الخطوات بتاعته. النيم هنا اللي هو الهوست نيم بتاعه او فولو كواليفايد دومين نيم، هاجي اقول له الاسم اللي احنا خدناه دلوقتي جميل اللي هو NSX02. انت بقى بتحط الاسم حسب النيم كونفنشن اللي عندك. بالنسبه للاي بي ده بقى اللي هو المانجمنت اي بي اللي هو الاي بي الخاص بيه اللي هو هيبقى 192.168.100.152، الاولاني 151، الثاني 152، الثالث 153، انا الفيب عندي هيكون 150. طبعا لان هم الثلاثه كل الايبات في نفس السبنت فخلاص فاقدر استخدم البلت ان فيب. طبعا هنا بتقول له سلاش 24 عشان يبقى كسبنت ماسك، مش مدينا يعني ايه سبنت ماسك لوحده وبيتكتب كده. الجيت واي هيبقى 192.168.100.1. ننزل نشوف باقي التفاصيل. طبعا زي ما انتم شايفين الدي ان اس هنا هو اوتوماتيك جابه 101 والان تي بي 101 هو اخده من النود الاولانيه او من الان اس 6 مانجر الاولاني، لان هي ايه المفروض كله نفس الانفايرمنت فيكون نفس الاي بي نفس التفاصيل. لكن لو انت عايز تضيف مثلا دي ان اس تاني او ممكن يكون النود التانية دي اصلا في فرع تاني او في داتا سنتر تانية، ده احد السيت اب كده، فانت ممكن يكون مثلا في دي ان اس سيرفر تاني هناك او ان تي بي تاني فتقدر تضيفه هنا. يعني هو مش الزام ان انت لازم تكتفي بس ده، انت ممكن تضيف دي ان اس تاني او ان تي بي تاني. لكن لو هما كلهم في نفس الداتا سنتر خلاص، وجاب لنا برضو اسم الدومين وكده لان دي المعلومات اللي موجوده عندنا. نيجي بقى هنا بيقول لك النود سايز، بطبيعه الحال دايما شوف هو هيجيب لك اللي هو نفس السايز اللي انت واخده جميل، لان بطبيعه الحال ان هم لازم يكونوا كلهم نفس الايه السايز. فانا هنا هقول له طبعا السمول، والسمول دي قلنا بتكون فقط للبي او سي والتست وكده، كبرودكشن بدايه من الايه من الميديا. فكده يعتبر احنا قلنا له كالنيم الخاص بال كهوست نيم، الاي بي، الديفولت جيت واي والدي ان اس والان تي بي هم جم اوتوماتيك، والسايز سمول، ونقول له نيكست. نيجي هنا بقى كفي ام نفسها هيتعمل لها ديبلوي فين، ونخلي بالنا هنا اشوف قال لك الكمبيوت مانجر، قال لك في سنتر داش لاب. هو جاب الاسم ده منين؟ اللي انا عملته في الفيديو اللي فات لما عملنا ايه ريجستر للفي سنتر داخل ان اس 6 مانجر. لو انت بقى مش عامل عمليه الريجستر دي هو طبعا مش هيوصلك لهنا، بس عمليا هتبقى دي فاضيه، فعشان كده دي اوتوماتيك بتيجي هنا. فطبعا هو جابها لك هنا، قال لك الكلاستر اهو احنا عندنا طبعا هناك، يعني لو رحنا على الفي سنتر اهو اهي ده الفي سنتر بتاعنا، وفعلا في احنا عندنا كلاستر اسمها برود وفيها 3 هوست، واوتوماتيك قال لك كل التفاصيل اللي هنا جميل. هنا يعني انت مثلا اساسي جاب لك الفي سنتر والكلاستر، طبعا انت ممكن يكون عندك في الفي سنتر ده اكتر من كلاستر. في الحاله دي ممكن اقول له مثلا كلاستر اسمها برودكشن، كلاستر اسمها مانجمنت، تختار الكلاستر اللي انت محتاجه. انا ما عنديش مثلا الا كلاستر واحده هختارها هنا. كريسورس بول انا ما عنديش ريسورس بول. الهوست هنا انت عندك اختيارين، يا اما ما تختارش حاجه، وهتلاحظ ان هو مش عامل عليها اللي هي الستار الاحمر ده لان هي مش اجباري. ليه؟ لانه اوتوماتيك لو انت مفعل الدي ار اس فهو يختار احد الهوستات اللي في الكلاستر جميل. طبعا لو انت مش مفعل الدي ار اس هنا بيحصل مشكله جميل. لكن انت هنا ممكن اجي اقول له مثلا اعمل له ديبلوي على احد الاس 6 اي، شوف هو هنا قرا لك الثلاثه اس 6 اي اللي موجودين جميل. ده بناء على ايه؟ ان هو خدها لك من الكلاستر، والكلاستر جابه منين؟ من الفي سنتر. كل حاجه ماشيه بتسلسل كده. فانا مثلا هنا ممكن اقول له ماشي ايه ديبلوي النود دي على مثلا الهوست الثاني، يبقى احنا مثلا عندنا كده ايه الابلاينس الثاني او الان اس 6 مانجر الثاني على الهوست رقم 2، وبناء عليه هيختار برده الداتا ستور اللي ايه اللي على الهوست الثاني. طبعا لو عندك اكتر من داتا ستور، يعني هنا مثلا اهو الهوست ده فيه 2 داتا ستور، فيقول لك اختار انهي واحد.
جميل. فانا مثلا دلوقتي اقول له اختار لي مثلا الداتا ستور اللي هي دي مثلا، تشوف الداتا ستور اللي هيكون فيها مساحه. طبعا هو بيكون بيحتاج 300 جيجا. طبعا زي ما قلنا في نقطه الديسك فورمات هنا، سيب لو انت بتعملها برودكشن سيبها ان هو بتبقى ايه الفورمات اللي هو يختاره، سيك يبقى سيك او سين يبقى سين، لكن دايما في اللاب اختار ان هي سين علشان ما ياخدش ايه مساحه كبيره، يعني حتى ياخد منك وقت حتى في الايه في السيت اب، فدايما خليها سين في اللاب. انما في البرودكشن لا، سيب الريكومندد من ناحيته. فبالتالي كده احنا قلنا خلاص الان 6 ابلاينس الثاني ده هينزل على الفي سنتر اللي هو بتاعنا اللي هو في سنتر لاب، في الكلاستر اللي بتاع البرودكشن على الهوست الثاني على الداتا ستور دي. انا مكاري الداتا ستور حوالي 300 جيجا عشان تبقى كافيه بالنسبه له، مع ان هو هيبقى ثن مش هياخد 5 جيجا ولا حاجه. ونيجي بقى للنتورك، احنا ادينا له الاي بيهات بتاعته، لكن كبورت جروب بقى الفي ام دي هتكونكت على انهي بورت جروب؟ انت ممكن يكون عندك على الفي سنتر ده 20 30 في ام بورت جروب، فالترافيك هيطلع منين؟ فانت لازم تكون محدد الفي ام بورت جروب اللي ايه اللي شغاله مع السبنت اللي احنا ادينا له. فبالتالي هاجي هنا اقول له سيلكت نتورك. انا هنا لان لاب بسيط فانا ما عنديش الا نتورك واحده، فهاجي كده اقول له نتورك. هغير بس ايه نقلل الريزولوشن عشان نشوف كلمه نيكست تحت اهيت. فكده في ام نتورك اقول له اوكي. جميل كده خلاص حددنا له كل حاجه. طبعا زي ما احنا شايفين في بعض الاختيارات هنا اجباري لازم تعملها، وفي بعضها تقدر تسيبها، يعني ايه لازم نركز في النقطة دي. نيجي بقى للخطوة يعتبر الأخيرة بالنسبة لنا. لو تفتكروا دي نفس اللي كانت موجودة في السيت اب بتاع الـ NSX مانجر الأولاني، عايز تعمل انيبل للـ SSH والكلام ده، يفضل أنت تعمله بالذات في المرحلة الأولى عشان لو حصل أي مشكلة تقدر تدخل كوماند لاين وترابل شوت. نيجي بقى للتلاتة أكونت اللي موجودين عندنا اللي هم يعتبر الروت والأدمن والأكونت بتاع الأوديت، هم دولت التلاتة أكونت اللي عندنا. فيسألك طبعا على الباسورد الخاصة بيها. طبعا زي ما احنا عارفين ان هو دايما بيحتاج ان الباسورد تكون كومبلكس ومينيمم 12 كاركتر، فانا هنكتب له الباسورد. انا طبعا بس نكتبها عندنا هنا وناخدها كوبي علشان هنكتبها كتير. انا مثلا بستخدم كلمة باسورد كومبلكس كده، طبعا هكررها مرتين لان هو مشترط ان هو يكون على الاقل 12 كاركتر. شوف زي ما هو مكتوب هنا نفس الكلام اللي احنا وضحناه قبل كده في الدبليو بتاع الان 6 مانجر الاولاني، فاكتبها ده كده الباسورد الخاصه بالروت. طب نيجي للادمن، هنا اوبشن جميل قوي ان هو بيقول لك ايه استخدم نفس الباسورد بتاع الروت. يعني انا لو هي نفس الباسورد هتبقى للروت والادمن والاوديت خلاص تقدر تعمل الاوبشن ده، لكن ممكن يكون عندك وده الاشهر يعني ان الروت هيكون لها باسورد معينه، الادمن لها باسورد ثانيه، والاوديت باسورد ثالثه. بطبيعه الحال انت ممكن الروت والادمن يكون نفس الباسورد، لكن الاوديت ده بيكون اكونت واخد ريد اونلي بيرميشن، فبالتالي مش هديله نفس الباسورد بتاعتنا. يعني ده اللي ممكن يكون ايه تستخدم له باسورد مختلف، لكن هنا لان في اللاب وتسهيلا انا هقول له خد نفس الباسورد كتسهيلا كبدايه. انما في الواقع العملي دي حسب بقى البوليسي بتاع المكان، هل كل اكونت ليه باسورد مختلفه؟ ده اللي بيكون الاشهر يعني. لكن هنا تسهيلا بدل ما تقعد تعيد الباسورد ثاني وتالت، انت تقدر تقول له استخدم نفس الباسورد لو هي متكرر. كده احنا حطينا كل الكونفجريشن اللي تخص الابلاينس الثاني، فنقدر بعد كده نقول له انستول. طبعا هنا في كومنت كويس جدا بيقول لك ايه؟ ان انت بعد ما بتشغل اللي هو الـ NSX مانجر كلاستر، ان الباسورد بتاعت الروت والادمن والكريدنشال هتكون نفس الباسورد بتاع الـ NSX مانجر الاولاني. يعني خلي بالنا من النقطه دي نقطه كويسه، لان دي دايما سؤال مشهور يقول لك طب انت دلوقتي اديته باسورد مختلف عن الـ NSX مانجر الاولاني. جميل؟ هل ده ممكن؟ هو انت هنا تقدر تديله باسورد مختلفه، لكن بعد ما يدخل في الـ NSX مانجمنت كلاستر وفي مرحله البريبريشن بتاع الكلاستر هو بيستخدم نفس الروت والباسورد الاولاني. طب هي ديت ليه؟ لان انت لما تفكر فيها منطقيا يعني ده اسهل في الشغل. غير كده انت بعد كده هتدخل هتستخدم الفيب كفيرشوال اي بي ايا كانت، تستخدم البيلت ان او اكسترنال لود بالانسر، فانت ما انتش عارف انا دلوقتي هو الترافيك مين رايح على النود الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه. لو شغال اكتف، طب لو انا شغال على اكتف ستاند باي، هل هو اصلا هيفورورد الترافيك للنود الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه؟ فكده هتقعد تكتب الباسورد خطا كتير لو انت كاتب ثلاثه باسورد مختلفين لكل ان 6 مانجر. فهو هنا بيقول لك ايه؟ هنا بتختار الباسورد اللي انت عايزها، مفيش مشكله، مش ضروري تكون نفس الباسورد بتاع الان 6 مانجر الاولاني، لكن بعد
ميجون للان 6 كلاستر سكسسفل كده، هو هي اوفر ريتن الباسورد دي ويستخدم الباسورد بتاع الان 6 مانجر الاولاني ده في حاله لو هم مختلفين. يعني هنا خلاص كده نبدا نقول له انستول الابلاينس بتاعنا. المفروض بقى في المرحله دي هو بيبدا يديبلوي الان 6 مانجر الثاني. عمليا هو هيبدا يعمل له ديبلوي اهو، شوف كده بدا ايه في الخطوه 1% يبدا بقى يشتغل معاه. طبعا هو هيعمل له ديبلوي هنا، شوف رايح على الفي سنتر بتاعنا. طبعا هو اخذ الاسم بتاع الهوست نيم، هو بيكون نفس اسم الايه الفي ام. يعني شوف هنا على طول قال لك ان 602 جميل، ويبدا بقى هو يعمل مرحله الايه السيت اب بتاعه. دي طبعا الوقت بتاعها بيكون نفس الوقت تقريبا اللي احنا شفناه في الان 6 مانجر الاولاني. وعمليا مفروض 15 دقيقة لنص ساعة حسب البرفورمانس وسرعة النتورك عندك والهاردوير وكده. زي ما انتم شايفين حاليا وصل ل 25%، هو كده شغال ماشي بشكل كويس. زي ما قلنا هو مجرد ما يخلص النود دي انت ممكن تكتفي باتنين نود او تعمل النود التالتة اللي هي الابلاينس التالت وتبدأ تحدد الفيرشوال اي بي لو تستخدم البيلت ان فيب. لو زي ما قلنا عندنا اكسترنال لود بالانسر يبقى لازم تكون عامل الكونفيجريشن الخاصه بيه وتبدا تكونكت على الفيب. ده كده الشكل اللي هو عمليه السيت اب. زي ما قلنا انت ممكن تعمل الديبلومنت ده بالنود الثانيه والثالثه، تعمل لهم سيت اب لوحدهم وبعد كده بكوماند لاين او عن طريق الاي بي اي تعمل المانجمنت كلاستر، لكن ده بيكون معقد شويه. الاسهل ان احنا نستخدم هنا من الجي او. ده كده الفكرة بتاعتنا، وخلونا بقى نشوف في الفيديو الجاي ازاي نكريت اللي هو الفيرتشوال اي بي ونكونكت على الفيب ونشوف شكل الانترفيس بتاعنا. شكرا ليكم ونشوفكم في الفيديو الجاي قريب جدا ان شاء الله.